محمد الغزام نائب رئيس لجنة المكافحة فيروس كورونا بلدية سبعة. أولا الحقيقة اجتمعت اللجنة كاملة بكامل أعضائها بعد قرار الصادر من السيد عميد البلدية في 16/3/2020 تحت رقم 3/2020، وتم وضع الحقيقة خارطة عمل للجنة، وتم أيضا إصدار قرار من السيد عميد البلدية بتشكيل لجنة استشارية، وبدينا العمل، وطبعا درسنا الأمور وشفنا المركز الوطني واحتياجاته، وشفنا الحقيقة المركز سبها الطبي، وشفنا مركز سبها الطبي يعني شنو النواقص وكيف نتمكنوا بالعمل وتوفير العناصر الطبية. وتم الحقيقة التنسيق مع مركز سبها الطبي بتوفير بعض المعدات الحقيقة والمستلزمات زي أجهزة الفلتليتر، زي أسجة الأكسجين بمنظماتها، وتم توفير الأسرة برضو من المركز الوطني، وتم توفير عدد 8 أسرة هذه حتكون للعزل إن شاء الله. وتم الحقيقة التنسيق مع الخدمات الطبية، السيد مدير الخدمات الطبية سبها بتوفير الحقيقة المركز الصحي التنوية بسعة 20 سرير، وتم تجهيزها بالكامل. نشكر السيد مدير مركز الأورام لموقفه الجاد، نشكر السيد مدير الخدمات الطبية لموقفه ومتابعة الأمور، نشكر السيد مدير الحقيقة مركز سبها الطبي لتوفير العديد من الإمكانيات، لأن تفاجأنا الحقيقة بهذا المرض، وكما تفاجأت ليبيا كلها وكما تفاجأ العالم، فهو إمكانياته وعلاجه يحتاج لفلتليتر، وهذه حاجات الحقيقة مش متوفرة، أكبر الدول تعاني منها في النقص وهذا. فطمة وأيضا ركزنا الحقيقة مع مدير الخدمات الطبية بشان توفير عدد 6 مرافق صحية أنها تعمل خلال 24 ساعة. نسقنا مع مدير مركز سبها الطبي على أساس العيادة الخارجية تكون في عيادة خارجية للفلترة، لو في لا قدر الله مثلا كحالات ولادة قيصرية، ولادة طبيعية، أطفال، حرارة أطفال، يدخلوا للمستشفى. لو فيه اشتباه لحالات مرض في كورونا حيتم تحويلها للمركز الثانوية. بعد وصولها للمركز الثانوية الأطباء الحمد لله يعني موجودين، وأنا نشكر الحقيقة الطاقم الطبي بمركز سبها الطبي والطاقم الطبي بالمركز الوطني لاستعدادهم وتلبية النداء رغم خطورة المرض. فتم الوصول الحالات للمركز الصحي الثانوية واللي جهز بحوالي 20 سرير بإمكانيات الحقيقة كاملة، باستوانات الأكسجين، بالأسرة، بالمستلزمات، بأجهزة الإي سي جي لرسم القلب وكل إمكانيات. إذا في حالة تحتاج لعملية حجز حتبقى في المركز الصحي التنوية، في حالة تحتاج للعزل حتحول للمركز الوطني للأمراض المتوطنة، وأيضا موجودين فيه كل العناصر الطبية. ونستنى الحقيقة الناشد الحقيقة كل المسؤولين في ليبيا بشان توفير جهاز البي سي آر، اللي هو حاليا لما تكون عندنا اشتباه في أي حالة تتم عملية المسحة وتحويلها لطرابلس بحيث يتم التحليل. نقعد وإحنا نستنى المريض هذا اللي موجود وأخذنا من المسحة كم بيشتغل الحقيقة، كم بيلتقي من المواطنين وكم بيدعم من المواطنين، لأن ما عرفناش إنه هو حامل للفيروس ولا لا. وشكراً.